نذكروا وقت عملوا يعني أول يمكن من أول مراحل في الخروقات هذه كانت وقت أعلنوا أنه أنصار شريعة هي منظمة إرهابية. ووقتها نذكروا كانت فما يعني ندوة صحفية عملوها وزارة الداخلية وراو فيها تصاور برشا ناس. الناس هذوما معناتها قالوا أنهم عندهم يد في الاغتيالات السياسية وأنهم معناتها من الإرهابيين الخطيرين. ديما هما يصنفوا الإرهابيين خطيرين، نعرفش كذا كان فما إرهابي ماهوش خطير، ولكن هذا باب التزايد معناتها في وزارة الداخلية، ديما يقول لك إرهابي خطير ويوريه تصويرته. برشا عباد من بعد معناتها استنكرت الـ الـ يعني التصريحات هذية، وحتى معناتها النيابة العمومية أطلقت سراح العديد من الأشخاص اللي تم ذكرهم اسميا وبطريقة معناتها واضحة في الندوة الصحفية. وهذه بطبيعة يبين قديش فما يعني إشكاليات معناتها تتعلق بالحقوق معناتها الإنسان وقت اللي تجي وزارة الداخلية معناتها تعلن وتفسر أنه فما أشخاص معناتهم إرهابيين وتعطي أساميهم وبعد يبرأهم القضاء. هذا في تعدي معناتها صارخ على حقوق الدفاع وعلى الحق في المحاكمة العادلة. اليوم بالفيديو اللي فيها معناتها أكثر حتى من هذية، الفيديو اللي خرجتها وزارة الداخلية كانت فيها أن انتروغاتوار يعني استنطاق لمعناتها متهمين. الاستنطاق هذا واضح فيه ميز ان سين. شنو الوتيليتي نتاع إخراج الفيديو هذه؟ معناها كان مش باش نهينوا بهم عباد، كان مش باش يأثر حتى على عائلة الشهيد. معناها يراو في فيرسيون يقولوا فيها ثلاثة متهمين بالذبح وبالسكينة وكل شيء، عندهم الحق هذوكم المتهمين حتى في الكذب، عندهم الحق حتى في الصمت، نجم يأثر على قضية التحقيق ونعرفوا فما سرية التحقيق مع لو برانسيب دو سكري دو لانسكريبسيون اللي وقع معناها إلى تي فيولي، نجم يأثر على الرأي العام ونحسوا أنه بتاتخ فما لعبة قاعدة تصير عن طريق الفيديو هذه واستعمال بعض القضايا الإرهابية باش ناخذوا منعرج آخر. احنا مع مكافحة الإرهاب بكل صرامة، لازم قانون جديد، لازم يقع التطبيق مع القانون الجديد، لكن توا مجلس نواب الشعب قاعد يتبطأ في سن قانون جديد، لكن حسينا اللي فما معناها منعرج خطير، منعرج أمني، وناس سونز اوكان كومبلكس معناها يقولوا ما لازمش حقوق الإنسان بالنسبة للإرهابيين. كيفاش باش نحاولوا نقنعوا المجتمع والرأي العام بأن يعني هذه التجاوزات وأن هذه التنازلات والاستثناءات هذه تشكل خطر وليست الحل الأمثل معناتها الحرب على الإرهاب؟ أنا عندي العديد من الاقتراحات. أول حاجة أنه الاستثناءات هذه معناتها إذا كان نقبله فما استثناء فيما يتعلق ب يعني الحق في السلامة الجسدية والتعرض للتعذيب بالنسبة للجهادين أو بالنسبة لمن نتهمهم أنهم يعني إرهابيين، هل الاستثناء هذا بعد ينجم يتعمم على الناس الكل؟ دونك أنا وأنتي وأي حد في المجتمع ينجم في نهاية الأمر على خاطر قبلنا بوجود استثناء على الإرهابيين ينجم هو زادة في الأخر يتعرض للتعذيب على خاطر ما فما حتى رادع، يولي ما عادش فما أي إمكانية باش نقولوا لرجال الأمن وللسلطات أنه التعذيب لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، سواء كان على يعني على الإرهابيين أو من نسميهم إرهابيين وإلا على ناس أخرين. هذه هو المبدأ، إذا أنت تشبثت بالمبدأ فيجب أن يطبق على الجميع. هما اللي زادوا المهم بتاع الأمنيين يقول لك أنت شكون يحمي فيك؟ ما بتحمليش نقول عليهم إرهابيين تو كي تصير لأمك ولا أختك ولا ولدك ولا تصير لك أنت تو شنو باش تقال عليهم بالمنطلق القانوني متهمين. الحلقة اللي ناقصة يمكن فما سوء فهم، فما محاولة تعسف، فما بتتخسوء نية ظاهرة شوية في بعض ليزارغومون كيما يقول لك فرنسا حتى من فرانسوا هولاند عليهم تيروريست. فرانسوا هولاند حكي على أكت تيروريست، عمرها ما وراو دي فيديو نتاع المتهمين في القضية الإرهابية نتاع شارلي إبدو.
عمرهم ما معناها ريناهم في حالة مسمى الكرامة بتاعهم. أظن يعني عنصر آخر من الحاجات اللي نجم نقنع بها العباد أنه يعني محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون بالتجاوزات لحقوق الإنسان هي التجارب المقارنة والأمثلة المقارنة. يعني بعد أكثر من 12 سنة من الحرب على الإرهاب العالمية، شفنا أنها بدأت معناتها في بداية من 2001 مع يعني ما حدث في سبتمبر، في 9 سبتمبر 2001 معناتها في 11 سبتمبر في أمريكا، بدأت معناتها من وقتها الحديث عن الحرب عن الإرهاب. وفي 2003 معناتها باجتياح ومعناتها العراق وإسقاط نظام في العراق، هذه الكل تم باسم محاربة الإرهاب. كذلك معناتها الاعتقالات اللي صار في غوانتانامو، اللي صار في أبو غريب، كل هذه الانتهاكات معناتها الجسيمة واللي هي تعتبر جرائم ضد الإنسانية معناتها قام بها نظام في أمريكا معناتها الحكومة الأمريكية، هل قضت على الإرهاب؟ وين نحن اليوم من هذه الحرب عن الإرهاب؟ أكثر فأكثر معناتها ما خليت كان أكثر حقد وأكثر كراهية وأكثر معناتها نقمة وأكثر يعني رغبة في الانتقام، وزادت عمقت معناتها الجماعات الإرهابية المتشددة، زادت عمقت في الإرهاب عوضا عنها أنها تقضي على الإرهاب.